بسم الله الرحمن الرحيم. شروق يحييكم من قناته الخاصة قلالي تي في. طبعا هذه القناة جديدة وارلا في ناس متنبط جبودهم من الاسم. خلهم ترى الديرة ذي طلعت علماء دكاترة طيارين خبراء. يا جماعة اللي في حر على قلالي خل دي على بر. طبعا احنا كل فيديو انا اسويه فيديو تعليمي الا في هالوقت سويت هالفيديو دي وسيسناه. تشوفون شريط الاخبار والحركات قناة جديدة طلعت والسبب انه نبي نوصل معلومة ولا نبي نوصل شيء نبي نقوله بطريقة حضارية وسلسة فاستخدمنا هالاسلوب. طبعا انا ما عندي اي كلام اضيف او ازيد عن اللي صاير في الديرة لكن اقول ربي لك الحمد والشكر والله ان شاء الله يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. انا عندي شيء واحد بقدمه الا وهو اني انا مسوي يعني حاولت اني اعبر عن شعوري والاشياء اللي قاعد تصير في الديرة وعلى يعني شوي واقي نوصل لحاد طائفية بين طائفة السنة والشيعة لو ما الله أراد إنه إن شاء الله ويعني إنه نزيل هذه الفتنة. وأتمنى يمكن القلب إنه ما تكون في أي فتنة بين طرفين وترجع ديرتنا نفس ما كانت والله كريم إن شاء الله. المهم أنا كان عندي أنا يعني طبعا مجالي التصميم والإعلام ما عندي شيء أعبر فيه إلا بتصميم. فخلال قراءتي حق المجلات طلعت على واحد اسمه ستيف. هذه ستيف اللي باين عندكم في الصورة. ستيف هذه شغلته أو تصاميمه هو مصمم بي محصل جوائز يعني دولية. ريال هذه ما يصمم للكوارث تصوروا إنه يصمم بس كوارث يعني لدرجة إنه هو يقول في مقالات يقول أنا أكون فخور لما يقولون عن تصاميم انها كوارث هالدرجة. ممكن اراويكم يعني في المجلة هذه بعض تصاميمه وبعرض عليكم. تلاحظون هني وينه ايوه هني يقول one blazer called my work disaster. وبعد سألوا كذا سؤال عن ذي الموضوع رد كان يقول والله انا اطلع الضغط اللي فيني اطلع عن طريق ان اسوي تصميم اطلع الاسترس اللي فيني وبهذه الحركة يعني سقوط طيارة موجة ضاربة سوالف هذه. فحاولت ان قلت خلنا امشي على سياسته واطير الضغط اللي فيني عن ديرتي. فخلنا اراويكم بعض من تصاميم الرجال. طبعا تلاحظون رجال مبدع تشوفون شغله شلون يعني هو شلال اظن شلالات الموجودة في شو اسمه في بالارجنتين والبرازيل وحولها حق مدينة وصارت الكارثة. يعني عندك تصميم غيره هذه الموجة اللي ضاربها مدينة في السفن والسوالف هذه. فالرجال مبدع رجال مبدع الصراحة. فأنا حاولت قلت خلنا أحاول إني أطلع الاسترس اللي فيني والضغط اللي صار فيني في التصميم وأعبر فيه عن الأشياء اللي يعني اللي ممكن تصير حق الديرة. فسويت دي التصميم بسيط وسريع جدا وبتلاحظون أنا مسرع الفيديو بحيث تشوفون التصميم وشلون قاعد أشتغل عليه بشكل سريع جدا. نرجع لكم عقب ان شاء الله التصميم. Thank you.
رجعنا لكم عقب الفيديو، شفتوا التصميم وأدري اللي ما عجبكم لأنه ما حد يرضى أن ديرته تدمر. طبعا هذا معروف، شيء معروف، وأنا أوردي تصميم بعجبني، بس أنا خليت التصميم حق الناس اللي تفكر أن ديرته بتعدل لأن صارت فيها كارثة. الأولين قالوا أن الحمد لله رب العالمين، نحن بعيد عن الزلازل، بعيد عن البراكين، بعيد عن السونامي، لكن طلعت لنا فتنة أنا في اعتقادي أخس منهم إذا صارت. الحمد لله رب العالمين، الله لا يقول الصير، والله يحفظ بلدنا إن شاء الله ويحفظ أهلنا. والله الله في البحرين يا جماعة، ترى هذا التصميم كل حق أبين لكم شنو بيصير في الديرة، وهو تصميم ترى بسيط وسريع، وأنا طلعت في الفيديو بس علشان أشرح حق ما تنفهم فكرتي غلط إن أنا بكسر الديرة ولا بشيء يصير في الديرة. مشكورين يا جماعة وسامحونا على القصور، وأتمنى إن شاء الله إن نشوفكم في المناسبات ونرجع معاكم مع التصاميم، فيديوهات تعليمية، ونترك عن السياسة وخلي السياسة حق أهلها. مراسلكم أحمد الشوقي من قناة قلالي، فما لهم.